بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم إلى حضراتكم أحر التهاني وأفضل التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله رمزا لوحدة الأمة الإسلامية وسببا لنجاح البشرية كافة. عيد الفطر هو يوم استلام الجائزة من الله سبحانه وتعالى، وهو يوم طلب الرحمة والمغفرة، وهو يوم حماية الفقراء والمساكين، وهو يوم تقوية العلاقات الاجتماعية، وهو يوم الوفود إلى رحمة الله بإقامة صلاة العيد والتضرع إلى ربنا الكريم. وفقكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.